بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ التجربة الثالثة في مختبر الفيزياء الطبية، وهي بعنوان The Surface Tension. التجربة هاي موجودة بالمنظمة تجربة رقم 8. بالنسبة لتجربة من عنوانها The Surface Tension، اللي هو الغرض من عندها نريد نحسب الشد السطحي للماء بالأنابيب الشعرية كبلاري تيوب من هاي الطريقة. طبعا اكو غير طرق، احنا حنستعمل نوجد الشد السطحي باستعمال الأنابيب الشعرية، وكما حنستعمل ايضا بس سائل مي، وبنفس الطريقة نقدر غير سوائل. بالنسبة للأباراتس كما يعني موضح بالفيجر 1، اللي هو الجهاز او الشيء اللي حنشتغل عليه، مكون من set of three capillary tubes، مجموعة من انابيب شعرية مختلفة القياسات. القياسات مالتها 0.1، 0.2، 0.5، 0.25%. هاي الانابيب اقطارها تختلف، موجودة عندنا وحنستعملها. و traveling microscope or a glass scale، وايضا هم حنستعمل يعني يكون يعني مدرجة، وبيكر حنستعمل هذا البيكر القدح او اللي هو الانبوبة اختبار الكبيرة او العريضة اللي حنخلي بيها الانابيب الشعرية، وستاند اند كلامب اللي هو حامل او شخص يشيل لنا هاي المواد، وثرموميتر اهم شيء اللي هو جهاز قياس الحرارة او محرار، لانه الحرارة كلش تأثر بهاي التجربة. اذا هاي المواد الخاصة بالتجربة. اذا عندنا بيكر وبداخله نخلي الانابيب الشعرية الكابيلاري تيوب اللي قلنا مختلفة الاقطار. هذه المواد بالنسبة للتجربة. نجي للثيوري. الاقطار طبعا هاي بالفيجر 2 مبين القطر مال الانبوبة شلون نقيسه. الانبوبة الشعرية هاي امامنا، قطر شلون نقيسه؟ نخليه مسطرة من هذا، طبعا هو سميكة تكون من الداخل الى الداخل، هاي قياس القطر مالتها. احنا ما حنقيسها لان هي اصلا موجود عليها القراءة. المعادلة اللي حنشتغل عليها او نحسب عليها الشد السطحي هو هذا اللي هو هاي امامنا المعادلة، اللي هو جاما تساوي رو. رو اللي هي تعال شنية الكثافة الماء في جي اللي هو التعجيل الارضي، وهذا ايضا نعرفه. ار اللي هو شنو؟ نصف القطر. ار نصف القطر على 2، نفتح قوس واي. واي هذا هو شنو؟ هو ارتفاع الماء، اللي هو هسه حنقيسه من خلال الانبوبة الشعرية انه شقد يوصل ارتفاع الماء، زائد 1/3 في ار ايضا نصف القطر. هذا كل القانون اللي حنطبق عليه، هذا القانون حنشتغل عليه. نجي هنا بالنسبة للبروسيجر، هسه نجي للخطوات اللي حنتبعها. أول شيء ايش حسوي؟ أترس فول ذا بيكر. نترس البيكر اللي عندنا بالسائل المراد تعيين الشد السطحي له، وقلنا هنا نحن نستعمل الماء زين، ونضعه في إناء. ها خلينا طبعا احنا نعرف كثافة السائل هذا بدنا نستعمله، إذا احنا عندنا رو موجودة زين. الخطوة الثانية نحضر أنبوبة شعرية مفتوحة الطرفين ومعلومة نصف القطر مالتها، اللي هي هاي قلنا كابلر تيوب، اللي هي هاي قلنا أقطارها مختلفة عندنا 0.1. فهسه حنكتب أول أنبوبة نخلي مثلا 0.1 أول قراءة القطر نصف القطر مالتها، واضحة؟ هاي مال هاي أول قراءة حناخذها. إذا نخلي هاي، نجيب الأنبوبة الشعرية. من أخلي الأنبوبة الشعرية هاي بالماء زين، الماء اللي عندنا الاحظ انه حيرتفع الماء مثل فيجر 3، تشوفون انه حيرتفع الماء الى نقطه معينه وبعد يوقف عن الارتفاع فعل الشد السطحي للماء. على الشد السطحي طبعا مين يكون؟ من جزيئات السائل والجدران مال الانبوبه الشعريه. ها
هذه بالنسبة هذه. فإذا وقف هذا الارتفاع اللي فوق من سطح الماء إلى ارتفاع من الأنبوبة الشعرية هو هذا اللي نقيسه، واللي هو قيمته اللي هو قيمته H، أو هنا بالمعادلة مكتوب Y، ما مشكلة الاختلاف بالنسبة للرموز. إذا هسه سوينا هذا الجدول اللي حنشتغل عليه. الأول واحد نثبت التيوب الأول اللي هو قلنا اللي هو إيش قد قلنا قياسه 0.1، 0.1 اللي هو شنو اللي هو بالسنتيم طبعا اللي هو القطر مالته دايميتر يعني هذا الدي. زين نجي هنا طبعا احنا ما حنقيسه مرتين ونطلع مين، راسا حنجي بس نقيس مره واحده اللي هو ارتفاع الماي بي اتش، ايش قد ارتفاع الماي من خلال الانبوبه الاولى اللي هي قطرها 0.1 سنتيم، ايش قد ارتفاع بها الماي. نجي بعدين مجرد ان نطبق سيرفيس تيشن اللي هو قلنا بالقانون، ها هي نوجد من خلاله الشد السطحي بالنسبه لهذا التيوب الاول. اكرر نفس الخطوه، طبعا نطلع هذا الكابيلاري تيوب، اجيب يعني وحده اخرى انبوبه شعريه اخرى قطرها يختلف اللي هي مثلا 0.2، ايضا اشوف انه المي حيرتفع بيها، هذا الارتفاع الاتش ارتفاع المي هو حثبته واعوض بالسيرفيس ستيشن اللي هو بالقانون، بس اعوض مجرد بتبسيطها يطلع عنا الشد السطحي وين بالنسبه للتيوب الاخر. وممكن التيوب الثالث ايضا اللي هو 0.5 او 0.25 حسب ما موجود عندنا من المختبر، وايضا الاحظ انه من حخليه يرتفع المي ب، وهذا اقيس هذا الارتفاع اثبته واعوض بقانون السيرفيس ستيشن او الشد السطحي، بعدين اطلع بس المين. قلنا خطوه واحده اطلع المين اللي هو شنو اجمع شو انا ايش قد عندي اللي هو جاما 1 زائد جاما 2 زائد جاما 3 على 3 واثبته. طبعا الشد السطحي وحداته اللي هو الصغيره، اذا احنا هنا نستعمل الصغيره ليش؟ يعني احنا نستعمل كله بالسنتيم هنا الارتفاع والهاي، فيطلع لنا داين على السنتيمتر، ونقدر خطوه واحده نحوله الى الوحدات الكبيره اللي هي بالنيوتن على المتر، مع العلم انه كل واحد داين يساوي 10 اس سالب 5 نيوتن. هذا التحويل، كل واحد داين يساوي 10 أس سالب 5 نيوتن، فهذا وكل متر احنا نعرفه هو 10 أس سالب 2 سنتيم متر، هاي بالنسبة للتحويلات اللي عندنا. فهذه التجربة جدا سهلة بسيطة ما بها رسم، مجرد انه بس نقيس ارتفاع المي بالانابيب المختلفة اللي حنخليها الانابيب الشعرية ونعوض بالقانون. اذا هسه هذه الوحدات مالتها ورا ما وجدنا جدول، هاي الوحدات مالتها اللي هو قلنا اذا طبعا كلش مهم هنا نلاحظ انه كتبنا آت فراغ درجة الحرارة، ورا ما اكمل اجي اخلي الثرموميتر او المحرار اللي عندنا اخليه بالبيكر، يعني انا مود بالمي اخليه اشوف انه يقيس ايش قد درجة الحرارة، اني هاي القراءة اللي اخذتها او النتيجة اللي حصلتها عندما كانت ايش قد درجة الحرارة، ليش؟ انه هاي تختلف الشد السطحي باختلاف درجة الحرارة. اذا هاي اول عامل يأثر لنا على التجربة اللي هو من ضمن العوامل اللي عندنا تأثر على التجربة، اول شيء طبعا نوع السائل بالدرجة الأولى، إذن عوامل أول شيء إنه نوع السائل، لأن أكيد كل سائل إلى من شد السطحي يختلف عن الآخر، وثاني شيء أيضا قلنا درجة الحرارة تأثر، كل ما ترتفع درجة الحرارة يقل الشد السطحي، ومن يفور أكيد طبعا أو لدرجة الغليان أكيد حتنعدم الشد السطحي، فلهذا نشوف إنه هاي الببل اللي تصير على الماء. هاي ايضا من العوامل، وطبعا اكو باقي عوامل هسه يعني حتركها لكم هوم وورك او نناقشها بعدين. اذا هاي العوامل المؤثره على التجربه، التجربه جدا واضحه سهله بسيطه، قراءتها ايضا سهله ما بها رسم، ما حنتطرق للرسم، مجرد بس هاي الحسابات والمعادله. فاذا هسه احنا وجدنا الشد السطحي طبعا قيمته ثابته لازم تطلعوه، ايضا عمود نعرفه شلون ما عرفنا الكثافه والتاجيل الارضي، ايضا اعرف انه الشد السطحي للماء ايش قد قيمته، طبعا اكيد هو قلت لكم يختلف حسب قراءته حسب درجه الحراره. اتمنى التجربه تكون واضحه وسهله، هاي بالنسبه للتجربه. اكو رابط، اكو هذا رابط بيده يشرح التجربه او خطوات شلون دا يوجدها،
طبعا ممكن يعني تشوفوه ونستفاد من عنده. Thank you for listening.